الفل عليكم، ده فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هيبقى مولع نار. مبدئيا ده اول فيديو لينا بعد رجوعنا من الحوارات بتاعتنا والمشاكل. بس قبل ما نبدا فكره المقلب، انت مش مشترك في القناه دلوقتي اشترك وفعل زر عشان يوصلك كل فيديو جديده، واعمل لايك على الفيديو. واللي لسه ما عملش حساب في قواي ولسه ما خدش فلوس من قواي ينزل اضرب البتاع تحت في الديسكربشن، ينزل على الصفحه بتاعتي ينسخ انا هسيب لكم دلوقتي فيديو صغير تعملوه عشان كله بيكسب فلوس. شوف الفيديو وركز فيه وعيده مره واثنين وثلاثه عشان تفهمه. سلام. اقول لو التليفون بتاعك ما ينفعش مع الطريقه ديت اعمل من تليفون تاني جديد، تليفون والدتك، والدك، اختك، اخوك، اي حد. يلا شوف الفيديو ده وارجع لك تاني. موبايل هتعمل تسجيل دخول باي حاجه من اللي قدامك دي، وبعد كده هتخش اقول لك دخل تاريخ ميلادك، خلي تاريخ ميلادك يكون اقل من 2004. بعد كده هتخش جوه على زرت البروفايل بتاعتك، لو ما ظهرتلكش العلامه دي اعمل تسجيل خروج وخش تاني هتظهر لك العلامه دي، هتخش عليها كده وتكتب هنا كده الكود اللي انا حاططه لك بين قوسين في عنوان الفيديو، وهتضغط على كلمه رابط. شفتوا الحركه اللي انا عملتها دي؟ كسبت 5 جنيه. تخيل بقى انت ممكن في اليوم تعمل لك. طب يا جدعان المفروض دلوقتي ان المقلب بتاع النهارده يبقى في المهرج المجنون، وبلاش المهرج المجنون يبقى في زازو. المفروض احنا جايبين لبس مراتي، اللبس بتاع المهرجه، بس مع العلم اللي هي المهرجه في البيت ومش قاعده مالتي، لا هي جايبينها لبس تاني خالص وهي لابسه لبس تاني، فاحنا جايبين اللبس اللي هي بتلبسه عشان هتكون فكره المقلب اللي احنا هنجيب اللبس هنا. وابو حميد هيجيب زازو من البيت، زازو كان بيشوف ابنه المفروض ان هو هيجيبه ويجي. اول ما يجي هيلاقي لبس المهرجه، لبس مراته موجود، هيجي يدور على مراته مش هلاقيها. اقول له المفروض انا مش هتكلم كتير واقعد احرق في المقدمه، هجيب لكم دلوقتي اللبس بتاع المهرجه وهنحطه هنا. وابو حميد هرن عليه، وانا اصلا رنيت عليه، المفروض ان انا جايب زازو جاي. فاول ما يجي يشوف لبس مراته، مراته عريانه مش موجوده، بس هي في خياله عريانه، يعني اللبس بتاعها مش موجود، فهي عريانه فين؟ في حد معاها؟ الله اعلم. الفكره بتاعت النهارده هتبقى ضرب نار، هنشوف زازو هيعمل ايه. لايك وسبسكرايب وخش في الفيديو. اللي ما عملش في قواي يعمل عشان يكسب فلوس، هيفضل كتير اخر يوم 26 جاي، بعد 26 ما حدش يستنى. اكشن، الحق مكر، الحق مكر، دول جم جم جم. قوم قوم بص يا جدعان، بص يا جدعان، ما جم هناك. قوم تمام، هنزل كده اروح اقول له باقي واقول له سامع حد كده مخبره. ماشي ماشي ماشي، الحق يا ابو حميد، تنسيب يا ابو حميد. يلا بس يا جدعان، يا جدعان انتوا بتهزروا يا جدعان، يا جدعان يلا فنسي يلا. مراتك، مراتك اتخطفت يا زازو، مراتك اتخطفت، مراتك اتخطفت. يلا هزر كده وترجع تعيط. وبيعمل ايه ده؟ مراتك اتخطفت. عجلبيه مراتك يا زازو، الحق ومكر نايم عليها. طلعت مراتك ايه؟ طلعت مراتك. هي مراته راحت فين يا رسام؟ جت هنا؟ ناس ضربوني وخدوها. ناس ضربوك وخدوها؟ طلع يا مال، طلع يا مال، طلع يا عم، ضربوك وخدوها. يا مالي ده انا جاي انا وانت. انت 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 بيتك. انا جاي انا وانت، انا وانت، انا مالي، انا مالي. ايوه انا مالي، انا اللي ماشي بالراحه هتجيبها في فيزيك. اوف انا برضه ايه هو انت اللي عمال طول ما انت ماشي عمال تعمل لي كده، تعمل لي كده ايه يا عم؟ طول ما هو ماشي عمال يهزر مع الناس، طول ما هو ماشي عمال يهزر مع الناس وعمال يلعب مع الناس وعمال ينط لي ويشقلب. ايه يا عم ده تعبت ليه؟ جايه جم ضربوني وقال لها مراتك اللبس، طلعوا مالت مالت، قلعوا لها اللبس. اه اهم حاجه اللبس، اهم حاجه اللبس، قلعوا لها اللبس وخدوها، قلعوا لها اللبس. قلت لهم لا تمرتزح، يبقى اغتصبوها يا زلمه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. لا قلت لهم تمرتزح، راحوا قالوا لي ايش؟ قلت لهم حاضر. ده كان بيصور، بيقول لي لا سبع. هو السبع وده؟ لا انا ماليش دعوه. ايوه انا بصور. انا مالي. هو السبب، هو السبب. انا جاي انا وانت. انا ماليش دعوه. هو السبب، هو السبب. طب اقول لك حاجه على مراتك تاني، اقول لك حاجه على مراتك. مراتك قلعت مرته وولعوها المصري، ولعوها المصري، ولعوها مرته وكل حاجه مالت. بس يبقى دي عصابه يا زازو، كانوا عايزين يشوفوا وشها. اه
بس ده كانوا قايلين عايزين يعملوا عليها اختبارات. ايه يا حساب؟ اختبارات عشان ليه؟ ليه ايه؟ ما هي بني ادمه بقى مش زي البني ادمين، ما نعلمش هي ايه اساسا. يعني هي خلاص اتاخدت مالتي يا عيني. قلت لهم ده مرات صاحبي. قال لي اسكت. قلت له حاضر. ضربوك عليها دماغك؟ ايوه. طب انا اقول لك انت اتاخرت، ده اللي اخر. اقول لك على حاجه. ايوه. لا استنى، انا هقول لك. استنى. ايوه بقى. استنى يا عم، ده كان عمال يشقلب وعمال ماشي عمال يسلم على الناس وكانه داخل الانتخابات. طول ما هو ماشي عمال يعمل كده. انا معاك. خلاص خلاص يا سيدي. فرحان انت كده؟ خلاص بقى. طب اقول لك على حاجه تانية على مراتك. تاني حاجه على مراتك. بقول لك ايه؟ استنى استنى، مراتك مش كانت لابسه ستريتش اسود؟ ها؟ مش كانت لابسه بنطلون اسود؟ زازو يا ابني. مش كانت لابسه ستريتش اسود؟ فرحان انت كده؟ مش كانت لابسه ستريتش اسود؟ اسمعني، هي مش كانت لابسه ستريتش، مش كانت لابسه ستريتش اسود؟ قال لي اللي بنطلون. اللي عامل بنطلون. لا والله اضرب محمد شويه. لا انا مالي يا عم، انا جاي معاك. لا ابو حميد السبب، ابو حميد السبب يا زازو. ابو حميد هو اللي جابك متاخر، لو كنت جيت بدري كنت هتنقذها. يا عم ده ماشي عمال يشاور الناس ولا كان داخل الانتخابات. انا مش مراتك. لا 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 يا زازو، لا 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 انا مالتي ليه؟ مش انا العوا كده. ايوه لا 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 سكر يا ابو حميد. ابو حميد السبب يا زازا، ابو حميد السبب. قوم اضرب ابو حميد. اضربنا. الحق ابو حميد، انزل ميه يا زازا. اجري هاته ابو حميد، انزل ميه. اجري يا ابو حميد. طيب ماشي اضرب معاك. عارف عمل ايه تاني؟ يلا ده الحق يا ابو، الحق 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 يا زازو. بص عارف عمل ايه تاني؟ عمل ايه كده؟ عبد الله ده والله. روح ابو حميد، ابو حميد هو السبب. العلا ده ولا العلا ده؟ العلا كل حاجه واللبس بتاعها اهو. طب انا هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. ده شكل واحد مضروب. اهو شكله مش واحد مضروب. لا انا مالي، مش انت ماشي عمال تشاور للناس؟ انا مالي. استنى استنى انا مالي. يا عم هياخدني على خدي وعلى خدي. يقول لي كلمه، تعالى نقول كلمتين انا وانت. لا هي اللي مش هينفع. استنى يا ابني ادينه يا ابني ادينه. فرحان انت كده؟ لسه ما تقدر هو سبع. بص واو اي ولا اول سبع عارفين ياخد كوبايات على الحته. اقول لك حاجه ثانيه، اقول لك حاجه ثانيه يا ابني. ده اللي متفق مع العصابه. يا نهار ابيض. ايوه يا خرابي يا خرابي. ما بيعرفش يعوم. زاز واقف الماي. بص زاز واقف الماي. ما بيعرفش يقوم يا ابو حميد يا عيني. ده يطلع هيطلع يطلع عينه. اكيد عيد يلا. ويا حط الدين وقع. يا زينب هتعمل ايه؟ الحق الحق الحق. زازي ما بيعرفش يعوم. زازي ما بيعرفش يعوم يا حميد. طلع الكاميرا، طلع الكاميرا. اطلع فوق، اطلع فوق. انا الفيديو كده يا جدعان. خلص الفيديو، شوفوا الفيديو بجاي. سلام، ننزل العوم بقى. خلص الفيديو، كله هيكسب فلوس من الابلكيشن كواي. الخطوات اللي هو في اخر الفيديو هنا والحلقه المره الجايه. لسه كنت عامل فيديو، سيبكم تحت في الديسكربشن عايز اشوف.
كلها زاف. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.